رقم 50، الله يكون في عونك بقى، او 5000، اقعد اكتب رقم 50 او 5000. متعبه شويه، هي اتعملت عشان تكون استخدامات سيمبل بسيطه جدا. اوكي، استخدامات التي دي هي حتى الشاشه اخرها تكتب كتابه بس، يا اما سطرين فوق بعض كل سطر 20 حرف، يا اما سطرين سطر واحد 40 حرف. اوكي، اخر اخرج اسكيب اروح على الشاشه اللي قبليها، انتر اخش على الشاشه اللي بعديها. اوكي، استخداماتها بسيطه جدا. ما قلتش ان هي مش موجوده ومش شغاله، هي شغاله كل حاجه بس ليها ابلكيشن معين. ال HMI، لا ال HMI موضوع اسهل شويه. HMI شاشه ممكن تكون تاتش سكرين او عاديه، بس خلاص بشغلها وبكتب بيها قيم. يعني ممكن اقول له مثلا 500 انتر، في رقم 5 ورقم 00، فالموضوع بقى سهل. اخرج من صفحه لصفحه، اعمل كده واجري الصفحه اللي بعديها. اوكي، اصغر الصفحه، اكبر الصفحه، كانك بتتعامل مع ايفون او ايباد، اللي هو التليفونات الحديثه يعني. اوكي، فالموضوع اسهل شويه. السكادا شبه ال HMI، بس ال HMI اخرها تعمل ايه مثلا؟ عشان اسهل الدنيا على العامل، ممكن اجيب له موتور، ارسم له موتور هنا، اخليه يدوس ستارت. لما يدوس ستارت يلاقي الموتور نور اخضر فيعرف انه شغال. ستوب، الموتور ينور اسود فيعرف انه ماتش مثلا، يبقى لونه اسود واخضر، يغير الوان، لكن ما ينفعش يجيب لك الموتور بيتحرك. السكادا ممكن لما ادوس يجيب لك الموتور بيلف. السكادا غير دي خالص. اوكي، ستوب تلاقي الموتور ايه؟ واقف. ده الفرق ما بين السكادا وال HMI. التي دي ما بيجيبش اي رسومات ولا حتى خط، ولا يرسمك حتى خط، ما ينفعش، ما بيرسمش اي حاجه. ال HMI تجيب لك رسومات جاهزه موجوده في اللايبرري، انت اخرك بس تجيبها وتلونها لو عايز، تكبرها وتصغرها، تغير لونها لما يشتغل او لما يطفي. السكادا في انيميشن، يجيب لك خط انتاج بيلف بيتحرك كده، لو انت عندك خزان بيتملي يعمل لك كانه بيتملي، ولو حصل مشكله وقفت ليه واقف عندك على الشاشه. السكادا ينفع اربط عن النت او الدور، احكم فيها من بره. من بره يعني انا في مصر وهي في الصين، او انا في مصر وانا في مصر وهي في مصر بس في حته ثانيه، في كنترول ما بينهم. يعني مليون المية شبكات الكهرباء مربوطين سكادا، اكيد محطات تحليه الميه مربوطين سكادا، ما ينفعش اربطهم اتش ام اي. جوه المصنع في اتش ام اي، اه، لكن ربط ما بين المصنع والتاني باتش ام اي ما ينفعش. اتش ام اي كوميونيكيشن ما بينها كابل البي ال سي. يعني ممكن افكه من هنا واركبه هنا. اوكي، ده طبعا مش هينفع اربطه من مصنع لمصنع، لكن السكادا بيكون فيه كابل نت. كابل نت عادي هحطه على راوتر وادي له اي بي، واروح اجيب نفس الاي بي من مكان تاني في العالم، وابقى اتحكم في الشاشه من اي حته في العالم، او بتفرج على المصنع من اي حته في العالم. تمام، الكوميونيكيشن ممكن الكابل ده انا كده كده مشتريه، كده كده موجود عندي، يعني مش مشتريه مخصوص، ده غالي تمام، مثلا 1200 جنيه. الشاشه مش محتاجه كابل مخصوص، هو كده كده كان موجود للبي ال سي فاستخدمته للشاشه. يا يعني اما ممكن تعمل حاجه ثانيه، ممكن تجيب كابل تعمله على ايديك زي ده. ده كابل انت تعمله على ايديك عادي خالص، اللي هو كابل 9 بن، كابل 9 بن. اعمله بن تو بن، يعني اربط الاولاني مع الاولاني من جوه، والثاني مع الثاني، والثالث مع الثالث، التاسع مع التاسع، وهيشتغل عادي خالص. اوكي؟ لو عندك كابل البي بي اي بالمره استخدمه لو عايز، بس ده مكلف، يعني مش ينفع اسيبه في المصنع وامشي، مش سيبهم لهم اكيد، اخده معايا. فده كله هكلفك 2 جنيه ونص، 2 جنيه ونص، وخد ده هديه مع راجل وانت ماشي، يعني مش هكلفك، هات لي 5 جنيه كله على بعضه تكلفته. اوكي، لكن ده منه 1200 جنيه. يعني ازاي؟ مش فاهم. ازاي اوصل ده مع ده يعني؟ اهو الكابل ده. اتفقنا ان اوكي، اهو الشاشه اللي جايه، السلايد اللي جايه على طول هوضحها لك، في السلايد اللي جايه على طول هجاوب على سؤالك السلايد اللي جايه. تمام، في مشكله في الجزء بتاع الكمبيوتر والكنترول من عن طريق اي شاشه؟ اوكي. عايز تفصل الكهرباء؟ هو اللي هو الازرق. اه. لا لا بس. طيب السؤال اللي حضرتك بتسأل عليه، طيب هو، طب انا عايز اوصل نفس البي ال سي على كمبيوتر وعلى شاشه. قال لك ان في بعض الاجهزه، على فكره ده هو اللي موجود عندنا في المعمل، بس اللي في المعمل هنا اسمه 224، نزل واحد تاني منه سماه 224 اكس بي. اكس بي مش اختصار لحاجه، هو سماها كده يعني. قال لك بدل ما كان في بروجرامنج بورت واحده بس، هيبقوا ايه؟
اتنين، عشان لو حد فعلا زي ما الباشمهندس طلب عايز يوصل كمبيوتر وشاشه مع بعض عندك اتنين اهو. لكن ده كمبيوتر او شاشه او بي ال سي، ده ممكن كمبيوتر وشاشه او كمبيوتر وبي ال سي تاني او شاشه وبي ال سي تاني، كي زي ما انا عايز. ده الفرق ما بين ده والتاني. النوع ايه؟ ال 224 اكس بي ولا هما النوعين اللي نزلوا من سيمنز فيهم بروجرامنج بورت اتنين، نوع اسمه 224 اكس بي ونوع اسمه 226 اكس ام، بس دول اللي نزلوا من سيمنز كده. مش ما فيهوش اتنين بس ما تفرقش في حاجه؟ يعني تاني انا وضحت لك حاجه، انت ممكن هنا نشرح لك على جهاز بي ال سي سيمنز تخرج بره تشرح على جهاز لوفاتو بتاع شنايدر، ملهاش دعوه. انا بشرح لك مبدا برمجه، مبدا البرمجه واحد. يعني مثلا لغه البرمجه اللي هنشتغل بيها اسمها لادر، ما ينفعش اي ماركه يعني صاحبها بيفهم ينزل جهاز بي ال سي مش شغال لادر، لان دوت دي اللغه اللي العالم كله شغال بيها. فمن مصلحته ان هو ينزل جهاز بي ال سي سهل عشان يمشي في السوق. اوكي، المشاكل اللي ممكن تحصل في البي ال سي، الموضوع من اول دلوقتي بقى بدا يبقى مهم شويه، لان هنا انا كده بتكلم يعني ايه بخطر بحياه البي ال سي من الاخر. يعني المشاكل اللي ممكن تحصل في البي ال سي ممكن تكون بخصوص الانبوت او بخصوص الاوتبوت، انبوت ايرورز او اوتبوت ايرورز. مشاكل الانبوت ببساطه، حتى لو يعني على نفس مستوى الكنترول، يعني لو انت عندك حاجه بتشتغل بفولت معين ينفع تديها فولت اكبر؟ لا. فاول مشكله انك انت توصل فولت زياده، غالبا هيعمل ايه في البي ال سي؟ اعوضك على الله فيها. او فولت اقل، فولت اقل يحرق، ها الفولت الاقل يحرق، الزياده يحرق الاقل، كانه ايه؟ كانه مفيش سبلاي، كانه مفيش تغذيه. عشان كده بخصوص الانبوت لو وصلت فولت زياده غالبا البي ال اس هيتحرق، ما قلتش اكيد بس غالبا. يا ريت نقول اكيد عشان الناس تخاف اكتر من الحكايه دي، لان في ناس بتقول لك ما دام في حمايات يبقى يلا وصل وانا مطمن. لا طبعا، فولت اقل مش هيحرق، بس كان المفتاح ايه؟ 24 ساعه مفتوح. يبقى انت عمال تقفل وتدوس وتعمل وتعمل عليه بازرنج ويديك اشاره بس هو ما عندوش كهرباء، فاهم؟ او ان انا اغلط في التوصيل، هنشوف ايه هي التوصيل، يعني ازاي ممكن اغلط في التوصيل. الاوتبوت ايرورز، مشاكل الاوتبوت، ان يسحب اوفر كرنت، هو مش يعني اللي هيسحب كرنت مين؟ الحمل. طبعا الحمل لو سحب امبير زياده راح يسحبه من مين؟ من البي ال سي، فدي كده كارثه لازم نشوف لها حل. او ان انا اوصل كهرباء على الاوتبوت، لا الاوتبوت بيخرج كهرباء مش بياخد كهرباء، صح؟ او ان انا اغلط في التوصيل بتاع الاوتبوت. دي المشاكل اللي ممكن تحصل في البي ال سي. هو عامه تغذيه الكهرباء في البي ال سي ثلاثه، الانبوت والاوتبوت والسي بي يو. الانبوت والاوتبوت والسي بي يو، لحظه نقف عندها شويه عشان دي في كتير هتلخبطوا فيها. هو تغذيه الانبوت احنا قلنا ليه؟ ليه بحط كهرباء على الانبوت؟ عشان بس يعرف اذا كان المفتاح فتح ولا قفل، لكن كهرباء الانبوت ملهاش اي معنى، ملهاش اي قيمه ولا ليها اي استخدام. يعني هو عمره ما هياخد الانبوت ويوصل بيه على الحمل، استحاله. هو الفكره كلها عايز يميز ان المفتاح مفتوح ولا مقفول، فبدل ما يميز بالصوت لا قال لك انا هميزها بالكهرباء، عشان مش هينفع يكون يا اما واحد يضحك عليه يعمل كده يفكر المفتاح فتح وقفل، صح؟ فهو بيميزها بالكهرباء، في كهرباء يبقى مقفول، مفيش كهرباء يبقى مفتوح. كهرباء السي بي يو ليه؟ ده هي كل في الكل. ليه؟ البرنامج بيقول له شغال، هيروح هو مطلع كهرباء عنده اللي انا مديها له، بيقول له افصل يروح قطع الكهرباء، تمام؟ في حاجه غريبه، انا قلت كهرباء الاوتبوت، الاوتبوت المفروض بيعمل ايه؟ يخرج كهرباء. في حاجه، الاوتبوت بياخد كهرباء. لحظه بقى عشان محدش يتخض. الاوتبوت ما ينفعش يكون بياخد كهرباء. امال ليه هو في البي ال سي بيقول لك هو معلش كده اشرحها ببساطه قوي. مش احنا قلنا ان البي ال سي بيشتغل بكام فولت؟ هو في الحقيقه كام فولت؟ بس هو خد مني كام؟ 24 او 220. هو اما خدهم مني خدهم مني عشان ده اللي موجود، ما عندناش غيرهم، بس عمل فيهم ايه اول ما خدهم؟ نزلهم لخمس. وعشان يجي يخرج كهرباء هيجي يخرج لي كام؟ هتخانق معايا هعمل ايه بالخمسه دي؟ ده ما فيش ريلي بيشتغل بخمسه فولت، قليلين جدا في السوق، وما فيش موتور بيشتغل بخمسه فولت، ولا لمبه، صعب جدا. لا يعني في الواقع في المصنع عندك المواتير واللمبات والكونتاكتورات والريلهات مش شغاله بخمسه فولت. فبقول لك عشان ما يبقاش شكلي وحش قدام الناس، لان الناس تاخد بالها كده، هيستاذنك ربنا يخليك يا شيخ، على جنب كده من غير ما حد ياخد باله، اعمل نفسك بتديني 24 فولت عشان اعمل ايه تاني؟ انا اعمل ايه؟ اخرجهم لك. هي دي الفكره، احنا مش بنوصل كهرباء على الاوت، هي الفكره كلها ان هو جه يخرج ما لقاش غير كام فولت؟ 5 فولت، قال لك مش هينفع اديك 5 فولت، انت هتزعل لو خدت 5 فولت، فهستاذنك انت كده كده عندك 24 فولت. فهستاذنك وصلهم عند الاوتبوت وانا اعمل ايه؟ هخرجهم، دي الفكره. يعني المهم ان هو ما يبقاش شكله وحش قدام الناس، دي الفكره. تمام؟
واضح الفكره ايه؟ يعني احنا مش بنوصل كهرباء على الاوتبوت، هي في حته على جنب كده بالظبط كده. الاوتبوت في البي ال سي اهو، هتلاقي في طرفين على جنب كده بقول لك عشان خاطري، وصل هنا بوزيتيف ونيجاتيف بتاع 24 فولت. وانا لما السي بي يو تقرر ان هي تشغل كهرباء راح نعمل ايه؟ مخرج لك الكهرباء اللي انت مديها لي. فاهم؟ هي دي الفكره. عشان ما تتلخبطش، دي نقطه اللي بتلخبط في التوصيلات. واضحه الفكره؟ ايه؟ نفس فكره الريلي، نفس فكره الريلي، وهنتكلم عنه بالتفصيل. فاهم؟ عشان موضوع الحمايات يفرق، قال لك انا اي غلطه بخصوص الانبوت او بخصوص الاوتبوت ممكن تطير جهاز البي ال سي، ولو ما طيرتهوش هتاثر في عمره الافتراضي على الاقل. فقال لك عشان كده انا في حمايات موجوده للانبوت وفي حمايات موجوده للاوتبوت. حمايات الانبوت سماها اوبتيكال كابلرز، حمايات الاوتبوت اللي هو الريلي اللي احنا نعرفه، ريلي عادي ده ريلي، دي حمايات الاوتبوت. حمايات الانبوت موجوده جوه البي ال سي اللي هو الاوبتيكال كابلر، موجود اوريدي جواه. حمايه الاوتبوت مش ما كانش هينفع احطها جواه. انت متخيل انك انت عندك 14 اوتبوت تلاقي فيه 14 واحد من ده جوه البي ال سي؟ كان هيبقى جهاز البي ال سي قد كده، ولو الريلي سخن ممكن ياثر على جهاز البي ال سي يحرقه، صح؟ فقال لك هستاذنك الريلي معلش اشتريه انت وركبه من بره. عشان كده لو بصيت على جهاز البي ال سي ركب هناك هتلاقي فيه مرصوص تحتيه ريليهات بعدد الاوتبوت بتوعه كحمايات. فالحمايات اوبتيكال كابلر للانبوت وريلي انترفيس للاوتبوت. محدش قال ان في حمايات يبقى مش هيتحرق البي ال سي، يعني حمايات موجوده عشان نحاول نحمي البي ال سي، بس حتى لو في حمايات ممكن يحصل البي ال سي يتحرق، ممكن عشان محدش راح يوصل يقول مش هيتحرق. اوكي، فدي نقطه ببساطه كده بسرعه. ايه فكره الاوبتيكال كابلر وايه فكره الريلي انترفيس في دقيقه واحده؟ الاوبتيكال كابلر نفس فكره الدايود. الدايود ليه اتجاه واحد بس للتوصيل، البوزيتيف هنا مثلا والنيجاتيف هنا. ادي المفتاح، ده جهاز البي ال سي. لكل انبوت بوصل طرفين، طرف بوزيتيف وطرف نيجاتيف. ممكن احط المفتاح على البوزيتيف او احط المفتاح على النيجاتيف. تعال لو انا حطيت المفتاح على البوزيتيف يبقى النوع دوت اسمه بي ان بي، زي فكره الترانزستورز كده. اوكي، بي ان بي لو وصلت المفتاح على البوزيتيف. لو كنت حاطط المفتاح الناحيه دي وخليت البوزيتيف هو اللي متوصل دايركت على طول يبقى ان بي ان، ده نوعه بي ان بي، الثاني اسمه ان بي ان. ده كده لسه مش الاوبتيكال كابلر. الاوبتيكال كابلر فكرته ايه؟ هو عباره عن دايرتين مع بعض، دايره اللي هي الليد ودايره اللي هي الفوتو ترانزستور. ليد يعني يعمل ايه؟ يعني لما اقفل المفتاح يعمل ايه؟ ينور. حتى بص على كل اجهزه كده، هنا في انبوت مقفول اهي، كل الانبوت مقفول عشان كلهم منورين. لو فصلتهم هيفصل. تمام؟ فينور. الفوتو ترانزستور بيعمل ايه؟ ياخد النور يرجعه تاني لايه؟ للكهرباء. الليد خد الكهرباء خلاها نور، الفوتو ترانزستور ياخد النور يرجعه تاني للكهرباء. طب عملت ايه؟ عملت ان يوم ما الكهرباء تزيد هنا ده هيجرى له ايه؟ هيتحرق. يبقى ضمنت ان التاني مش هيلاقي نور يحوله للكهرباء، فمش هيعرف يحرق السي بي يو تاني. كانك عملت عزل بالظبط، بس اوبتيكال يعني عزل غير مر، يعني غير مر، حاجه اوبتيكال يعني مش 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 هاردوير. انا اسف مرئي بس مش هاردوير، يعني حاجه مش كونكشن هاردوير. اوبتيكال يعني مش كونكشن هاردوير. اوكي، يعني يوم ما ده يتحرق مش معناه لازم يتحرق. فدي بكتير قوي طبعا هيتربي كله على بعضه لان هو حته واحده، بس انا قصدي ان تقريبا شبه حميت السي بي يو. تاني سامعك، انا هغير الجزء، مش المديول كله طبعا، المديول كذا انبوت، هغير بس النقطه دي من المديول، بس مش انا اللي هغيرها، هرجع للشركه لان مش هينفع اغيرها، الموضوع صعب جدا. هوريكم جهاز بي ال سي مفتوح، لو قربت منه بالكاويه بالكاويه قربت منه هتلاقي نفسك بوظته كله يعني. لا لا لا، ده ملحوم كله، ملحوم كله لحام كمبيوتر كله. اتفضل. الكهرباء اللي جايه من السي بي كلها جايه من الفوتو ترانزستور اللي هو من الاوبتيكال كابلر عامه يعني. سامعك، من الفوتو ترانزستور. فاهم؟ ودوت اللي هو الليد، الليد حول من كهرباء لضوء، والفوتو ترانزستور من ضوء لكهرباء. بالظبط بالظبط. فاهم؟ لانه يعتبر كانه جيت، كانه بوابه، كانه بالظبط. تمام. اوكي، انا دي انا بس بقول لك فكره. يبقى يوم ما يحصل مشكله ده جرى له ايه؟ اتحرق، بس دي في امان.